قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. إخوتي الكرام، أرجو منكم الضغط على الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار. شكرا لكم إخوتي. السلام عليكم متابعي قناة ميديا دي زاد. الحمد لله، وكما أكدنا في فيديو سابق تم اليوم إعادة بعث نشاط النقل ما بين الولايات، حيث أعلنت الوزارة الأولى عن إجراءات جديدة فيما يخص النقل البري بين الولايات، وهي الاستئناف التدريجي لأنشطة النقل البري بين الولايات. النقل بين الولايات يشمل القطار والحافلة وسيارات الأجرة. استئناف النقل يدخل حيز التطبيق ابتداء من 1 جونفي 5 أشخاص بالنسبة للمركبات ذات 9 مقاعد و4 أشخاص للمركبات ذات 7 مقاعد. إضافة إلى هذا، فقد اتخذت الحكومة إجراءات أخرى تمثلت في تمديد الحجر المنزلي الجزئي في 29 ولاية، تمديد تدابير الحجر الصحي ابتداء من يوم الجمعة الفاتح جونفي 2021 وذلك لمدة 15 يوما إضافيا، تمديد غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل الترابي الوطنية، تمديد تحديد أنشطة المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريعة على البيع المحمول فقط، تمديد إجراء تحديد أوقات نشاط بعض المتاجر، فتح المدارس القرآنية في ظل التقيد الصارم بتدابير والبروتوكولات الصحية. أما أنتم إخوتي الكرام، شاركونا آراءكم في التعليقات حول هذه الإجراءات. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.